في زهاب نواف قبل الجمهور وقبل الشاهد، واللي على ما قال يماريبكم يماريب اخوتكم نواف، وعساني ما خلا من ذا الوجه. للحين بنقطع كيكة التدشين. اول شيء شلها حطها هنا يا تعال. اسقطت على الرجال. لا انت بكبوا ولا انت تعال هنا يا شباب. تعال هنا. يلا خلهم يشغلون الشيله. شغل الشيله. تعالوا شغلنا مصور. تعالوا يا شباب. صورة جماعية. ايوه هذه الحاجات. تعالوا تعالوا تعالوا. بس والله مكان. من عمي لا حد يجي وجهه. وين ابو رباح؟ تعال يا ابو رباح. يلا. دقيقة دقيقة دقيقة. كيكة هاي كيكة وشي ما طرى والله نودي يا حظا قطف الحب قصة من المبادي تباع وتنشرى الضمير صار ما يسكن هدى الله وخوف يتقي من رب طيبه ورب ام القرى خل طانة الخناجر وطانة السيوف جرحها يومين ولا ثلاثة لو جمعنا عرق وسلو ما حمد اخشرا ما تعود تحني الجنتل يا بابا تقف على العز الجنتل الجنتل لم ترى ان كتبت الشعر فجاد للطرق الحلوف عندي يا خيار من تسلك مشايخ ومرا انطغت سود الليالي على وجه الله وجهك يا هاتو العافيه طول عمرك يعني موكيك ايش رايك زين يا يجعك الوه ما بقيت لي العقال اكبر شيء ايش العلوم خاشبك يا ابو راكا والله العظيم شغل عدل عدل في ذمتك اي والله حلوه صدق ولا والله انا حلوين اثنين ما ابغى الله يجعل فيها العافيه سلطان انت والربع الله سلطان من؟ كل معنى كل معنى سلطان ابن هادي وسلطان ابن تركي سلطانين يعني والله ابوك زين واو تخيل او صوته زين وذوقه زين لبيك هو وجهه ليش